ازيكم يا جماعه؟ النهارده بارت 2 من تحدي الضحك وانت في بقك ميه. ومبدئيا كده قبل ما نبتدي التحدي ده انا هاخد الطبق الاصفر عشان لابس اصفر المره دي. انا لابس اصفر. ما تهزرش معايا، بقول لك انا هاخد طبق. بما ان يا جماعه الناس استجابت وبعتت لي على انستجرام عندي شويه فيديوهات كوميديه وكده، وبرده انا ونور جمعنا شويه فيديوهات، فانا حاسس ان بارت 2 المره دي يا جماعه هيبقى اقوى من بارت 1. المره دي هتبقى صعبه قوي يا عم. انا والله يا جماعه المره دي فيديوهات انا قلقان بجد عشان لابس يعني انا عندي مشوار، يعني انا عندي مشوار بعد الفيديو فقلقان. ان شاء الله مش هنبهدل الدنيا المره دي. لا مش هنبهدل المره دي. لا المره دي مش هنبهدل الكلام بجد. بجد المره دي مش هنضحك على نفسنا، مش هنضحك، انا ما نضحكش خالص، حاول ما تطلعش ميه من بقنا. يلا يا عم الحاج احنا ناقصين لمخه في الكلام. يلا نبدا عشان هو متحمس قوي. طب بص دي بالساعة ساعة قوي. لسه جايبها. انا بقول لك دي بالساعة قوي. لو انت عايزين بقى تشرب الاول ونحط يعني عايز اشرب. انت بتوقع قبل ما مبدئيا وقع بيشرب وقع. دي شركة اقوى فينا هنخبيها عشان ما يبقاش اعلان. ساب البدال. كان بيعلم. انا ماشي اهو نضيفه ولسه. والله انت متنمره. هو بغض النظر ان انا كسبت الراوندات دي، ايه ده؟ يا قطه متنمره. ايه اللي انا شفته ده؟ دي وحشه قوي. حتى القطط. يا اسطى دي قطه وحشه. والله قطه مش سالكه. هي طلعت في اتجاه غلط. ناس هات منديل هات منديل. ولا اكن حصل اي حاجه. اللي بعده اللي بقى سهله. لعبه سهله جدا. لعبه سهله اصلا وسهل انك تكسب. عروش لك قبل عروس نيجيري. هو دايما دي حاجه مراسم في دي مراسم نيجيري. هما كانوا المفروض يرمونا على التاني ويرموا من البحر. يا اسطى اللي بيحصل؟ روح والله راح اقول لك على حاجه. اختفى الواد ده عنده تراست ايش. اتزرع هو اتزرع. ايه الصوت ده؟ الفيديو ما عادش يبتدي. والله الفيديو ما عادش يبتدي. والله باظ.
هو ايه ده؟ هو ده جن ده ولا ايه؟ والله انت وجع قوي والله العظيم. هو ما قالكش ولا حاجه، هو مش قادر يعبر بالوجع، مش قادر مش صوت يعبر عن الوجع ده. هي عارفه يا رب بقى اللعبه دي احنا بنخسر، بس طب احنا الاثنين لا شايفته. شايفين كده برضو، انا مش عارف بجد مين اللي كسب ومين اللي خسر. انا مش خارج، دي اول حاجه. ثانيا انا مش هلعب التحدي ده تاني. اتمنى يا جماعه يكون عجبكم الفيديو، يا ريت لو عجبكم بجد ما تنسوش تعملوا لايك عشان عايزين نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك. اقل حاجه 2000 ولا 3؟ يعني اللي يجيبوه، يعني لو جاب 2000 يبقى انا اللي كسب. 2000 حلو، لو لو جاب 3 يبقى انا اللي كسب. انا بقول ان هو يجيب 3. لا لا ان شاء الله، يعني ان شاء الله يجيب 2000. ما ان شاء الله يجيب 3. معلش يا جماعه، عايز اكسب وخلاص، عايز اكسب وخلاص. ونشوفكم في تحدي جديد ورجعنا كده. وما تنسوش يا جماعه تعملوا سبسكرايب لنور، اللينك بتاع الشانل بتاعته موجود تحت، وفاضل لي 1000 ونص. 1000 ونص عشان اجيب 100000. سهله سهله، اخش اعملوا سبسكرايب. وكده كده يا جماعه احنا بنقرا الكومنتس كلها، فلو عندكم فكره لتحدي جديد اكتبوا لنا في الكومنتس عشان احنا بنسبه كبيره هنعملها. يلا بقى ابعد عشان اتاخر بقى. سلام يا جماعه، سلام.